بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يغيروا ما بأنفسهم، عنوان لقاء اليوم جزء من الآية الواردة في سورة الرعد، الآية رقم 11، وهي الآية الراعدة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة الكرام، أخواتي الكريمات، الله عز وجل أنعم علينا بالنعم التي لا نحصيها عددا، فقال في آية القرآن: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الإيجاد من العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعمة الهواء، نعمة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعمة الهواء، نعمة الماء، نعمة الغذاء، نعمة الكساء، نعمة الدواء، نعم الله عز وجل لا نحصيها عددا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله عز وجل أعطانا نعمة العقل، وقد وردت كلمة العقل في آية القرآن بجميع وظائفها في أكثر من 1000 موضع: أفلا تعقلون، لآيات لأولي الألباب، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات. هي نعمة عظمى، نعمة العقل، بها نفهم النقل. لا نفهم النقل أي الوحي إلا بالعقل. النقل لا يفهم، لا تدرك أسراره، لا تفهم مقاصده، لا يتعرف على أحكامه إلا بالعقل. وقد صدق صاحب الإحياء أبو حامد الغزالي، أو الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، في قوله عن التلازم القائم بين النقل والعقل، أو بين العقل والوحي. ومما قاله في هذا الباب أن التلازم بين العقل والنقل كالتلازم بين البصر والشعاع، بين البصر والضوء، كما أن المجسمات الموجودات لا تدرك إلا بشرطي البصر والشعاع أو الضوء، فكذلك سائر المدركات، سائر الحقائق، سائر المعنويات لا تدرك إلا بالعقل والنقل. فالوحي، وحي الله الطاهر، محفوظ بحفظ الله، كما قال القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن لا يمكن أن ندرك حقائقه، ولا يمكن أن نتعرف على أحكامه وعلى مقاصده إلا باستخدام العقل. وقد صدق عباس محمود العقاد، الأستاذ المرحوم عباس محمود العقاد، في كتابه التفكير فريضة إسلامية، تحدث في الصفحة 3 وما بعدها من هذا الكتاب عن قيمة العقل. ومما أورده في هذه الصفحة أن الله عز وجل ما ذكر العقل في القرآن إلا في موضع التعظيم، إلا في مقام التعظيم. هذه النعم التي لا نحصيها عددا، لا بد أن نحسن استثمارها في تحقيق التغيير المنشود. ما معنى التغيير؟ التغيير هو الانتقال من وضع موجود إلى وضع أحسن مفقود. ذا شو المعنى يستغيير؟ أي 30 المعنى يسمى ذا نذيلي ذا جيوث الحالة
اذيف الى قذيف الدل غالحلايل هنا مي خير اكن يفغو يلا ماذا بك اذي استخدمك النعم يسديفك ربي باش اذي تنرني باش اذي تزال اذي تزيد باش اذي تقدم غير الرزداف اذي الحوغ الرزداف ولا قال اذي ولا رد فير ذي كل شيء اما ذيني عنان الامور الاخر اتفض مثلا ما لا يون يبعدها فربي الحلايا كي فيريت الى قاضي يفدل ايمانيس الى قاضي يقرب ربي ما يسعى يير السيره يير ثيكلي الى قاضي كسير ثيكلي هذه روح ثيكلي الهان الى قاضي يفدل ثيكليس الى قاضي يفدل ما يسعى يير الطبيعه الى قاضي يجي يير الطبيعه هذه روح الطبيعه الهان اكا التغيير مطلوب ذا شو المعنى التغيير معنى بعد ما يفدل سي الحاله غندايله غير الحاله نظن يفن ثم زواروث التغيير مطلوب امشي راه يفدل بنادم مانيس الى قاد يستخدم النعم يسدي فيك ربي سبحانه نعمه العقل نعمة العقل الا ربي فكاس الله غير فكاس الله فكاس الزري فكاس العقل فكاس القران جرس دافريد الى اخره باش هذي فعاد هذي دفع افريد مسلمه وثكي اندمه اذا التغيير هو الانتقال من وضع موجود إلى وضع أحسن منشود. ما هي مؤشرات التغيير؟ في النقطة الثانية أحدثكم قليلا عن بعض مؤشرات التغيير. ربما أستحضر هنا مثالا أو أستعير نموذجا السيارة مثلا. اللي يمشي بالسيارة السيارة عندها طابلو دبور. طابلو دبور كي يشوف سينيال روج يشوف يعني علامة حمراء. لازم يتوقف معناها الإشارة الحمراء اللي شافها في لو طابلو دبور نتاعو تخليه يفهم باللي السيارة نتاعو فيها خلل إذا الإشارة الحمراء تدل على وجود خلل إذا لابد أن تتوقف هذه السيارة لإخضاعها للمراجعة لمعرفة مواطن أو موطن الخلل لمعالجته ثم تتحرك السيارة من جديد وحنايا في حياتنا الفردية في حياتنا الأسرية في حياتنا الاجتماعية هناك إشارات حمراء كثيرة هناك مؤشرات كثيرة على مستوى الفرد الإنسان اللي يشوف روحه مثلا ما يصليش لا يصلي وربما لا يصوم ولا يزكي ما عندوش علاقة بالعبادات هذا مؤشر أو هذه مؤشرات على وجود خلل لا بد من هذا الخلل لهذا الخلل من مراجعة لا بد من التغيير ما يليون يعني إيوانا إيمانيس تظلث ولاش رمضان ولاش العشور ولاش يزمر كيني ولاش شو يخصن وكان اللي يقول هالكلام يقول لك ما يخصني والو تخصني غير الصلاة والصيام والعشور والحج الباقي كاع توفا بيان كيما يقولوا الطبا رايس ما يخصني ولا شيء ما لا يولا كيني شو يخصن ولو زدي ولو يصفى النمان خدم غير الخير حمل غير الليلا تعاون غير مغفان تخصني سي وتظلث أكذ رمضان أكذ العشر أكذ الحج ونسي زمرن وهكي مدخل من مداخل الشيطان هذا مدخل خطير من مداخل الشيطان يلهي ذلك الإنسان يقول له أنت إنسان ما شاء الله تخصك غير هذه الأمور وهذه الأمور سهلة أنت خير من الناس هذوك اللي يصلي وخير من الناس هذوك اللي يحجوا خير من هذوك الناس والشيطان يكلخ للإنسان ويغره فزين لهم الشيطان سوء أعمالهم الشيطان يزين الأعمال الفاسدة للإنسان فيغتر ويصيبه الغرور لذلك ابن القيم رحمه الله حدثنا عن مداخل الشيطان وغيره من العلماء ومن المداخل التي حدثنا عنها هذا مدخل أو هذه من مداخل الشيطان وقد يأتي الشيطان أيضا من مدخل آخر وهو مدخل الطاعة
وهو صاحب المقولة المشهورة، يقول إن الشيطان يأتيك من باب المعصية، فإن عجز يأتيك من باب الطاعة، ولا يهمه بأيهما فاز. الشيطان شاطر، ممكن يجي الإنسان من باب المعصية باش يعصي ربي هذاك الإنسان، وراه رابح الشيطان. ولكن إذا كان الإنسان كان مستعصيا على الشيطان، كان صائما، كان تائبا، كان عابدا، قد يأتيه من باب الطاعة فيغتر، فيأتيه من باب الطاعة ولا يهمه بأيهما فاز. المهم هدف الشيطان أن يدمر الإنسان وأن يجعله يندم يوم لا ينفع الندم. نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة. أي 33 ما يلا وقيد المؤشر ما يليون يبعد في الظل يبعد في العبادة في الطاعة بلا شك، وقيد العلامة المؤشر باللي هي لا قد يبدل إلا قد يغير. مؤشر آخر على مستوى الذات، على مستوى الشخص، على المستوى الشخصي، إذا كان الإنسان مثلا عنده أخلاق سيئة، ما عنده قيم ترافقه أو يرافقها، ما عنده مبادئ يحترمها ويرعاها، هذا الإنسان يحتاج إلى تغيير. مثلا عنده الحسد، قلبه مريض بالحسد، لابد أن يتغير، لأن الحسد مدمر لصاحبه ومدمر لغيره، لابد أن يطهر قلبه. ما يلايون سمحتي يسعى الطنقي الحسد يتشروا ليس الحسد، يعني هذه ظهري من يسوى هذه ظهر وياض، وربي ندوى من شر حاسد إذا حسد إلى قذيف دلوم ذنقي. ما إلى الإنسان عنده الطمع، إنسان يطمع، عنده الطمع بلا حدود، هذا ممكن يأكل الحرام، يأكل الربا ويدير عقود الغرر وأنواع الفساد، ويأكل أموال الناس بالباطل، وربي قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخره. لماذا؟ لأن الطمع خلاه لا يهمه الحلال. المهم يملأ جوفه ولو بالحرام، ولكن باش يبدل يتغير إلى القناعة، يتغير إلى حب الحلال. الله يرحم الإمام الشافعي اللي قال إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. وين يسعنا الطنقين طمع، خطر طمع يتسوي فافيس غلو خسارة، أذي خور وذي خذاع وذي غور وذي خدم الريبة، وذي خدم كل شيء، أي غير خطر ذاين يوذ يروو يتشورو ليس الطمع. ولكن ما يفدل إلا قد يفدل، أذي تشارو ليس ربي، أذي تشارو ليس القنيعة، وين يكسب القنيعة تقولي سما كي نكسب الدنيا ثمرة. أكيد إن الإمام الشافعي إن كوين يسعان ثوان تبول أو وين يسعان القنيعة تقولي أمن تسا أمين يكسب الدنيا ثمرة. لذلك على المستوى الشخصي الإنسان كي يكون عنده مؤشرات انتع التغيير، لا بد أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يعمل على التغيير، وأن يتغير من وضع سيء إلى موجود إلى وضع أحسن منشود. وربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. على مستوى الأسرة أيضا عندنا مؤشرات، يعني النزاعات التي لا نحصيها عددا على مستوى الأسر، قضايا بالآلاف، قضايا الأسر راهي على مستوى المحاكم، قضايا الميراث المواريث، قضايا النفقات، قضايا الوصايا، قضايا الهبات، قضايا الحدود، قضايا الأرحام، كاين ما يسمى بدور الرحمة، دور الرحمة، وين كاين دار العجزة، دور العجزة اللي يسميوها دور الرحمة. شكون اللي معمر هذا دور الرحمة العجزة؟ هم الناس، كاين اللي عنده ولاده، كاين اللي عنده أحفاده، ويلقى روحه مسكين ولا مسكينة، عجوز ولا عجوزة، راجل ولا امرأة، يلقى ورواحهم في دار العجزة. السؤال بأي حق وبأي مبرر يكون عندنا دور العجزة في أمة الإسلام؟ وهذا خلل يحتاج إلى مراجعة. وإن وجدت دور الرحمة تكون في حدود معقولة،
للناس اللي ربما ما عندهمش لا أولاد ولا أحفاد ولا عائلة، الله غالب. إذا وجدت هذه الدور لإيواء هؤلاء فالحرج مرفوع، ولكن الألم يكبر، الألم والجرح أعمق. إذا كان عرفنا الناس عندهم الأولاد وعندهم الأحفاد ولقاوا أرواحهم في دور العجزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إثوا شو تايث مثلا في ستماثين ميلا ولا اسمحتي في لوفا انتركات بكال من الوصايا من النفقات من الأرحام إخامن قمغارا ذروا حالات الطلاق التي لا تحصى عدد، يعني شيء عجيب جدا، لأسباب أو بغير أسباب أو لأسباب تافهة، حالة الطلاق وحالة التطليق وحالة الخلع وما ينتج عن ذلك من حالة التشرد أنت على الأولاد، بل من الجرائم. هناك جرائم وقعت في دنيا الناس بسبب الطلاق. الطلاق يؤدي تشرد الأولاد وضياع الأولاد، والأولاد يدخلوا في الجريمة، في المخدرات، في الخمور، وفي الفساد، وبعدين تحصل الجرائم في المجتمع، جرائم على الأعراض، جرائم على الأشخاص، جرائم على الأموال، جرائم عديدة جدا. من أسبابها تفكك الأسرة. توشلت ميلا تهوز، توشلت ميلا الجرح خرف، يخرف العاش توشلت لين سوى الخسارة يتراجل. معناه وضع الأسرة لا يبشر بالخير. هذه مؤشرات تدعونا إلى مراجعة مواطن الخلل، تدعونا إلى التغيير، فتتغير أسرنا من وضع سيء موجود إلى وضع أحسن منشود. إذا كان في الدلاية مثلا في ستماثين أكن من الله النظران في الظرام ذا شو انتسيذيري ثواشولين النار صلة الأرحام يا عجبا. ربي سبحانه الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الأرحام، النبي صلى الله عليه وسلم يناد الرحم معلقة بالعرش، ويناد ليس الواصل بالمكافي. أحاديث آيات وأحاديث كل ذلك يدعونا إلى ضرورة المحافظة على الأرحام، على صلة الأرحام. ولكن هذا التشقق، هذا التمزق، هذا التفكك الذي لا يخفى على الناظرين أمر محزن للغاية، يستوجب التغيير العاجل من أجل معالجة مواطن الخلل على مستوى الأمة، على مستوى المجتمع، على مستوى البشرية. كلنا نحتاج إلى التغيير. يلا يا سيدي، على مستوى المجتمع، هل هذا المجتمع هكذا؟ أين هو التواصل وأين هو التماسك الاجتماعي؟ بل حتى هذه التكنولوجيا، هذا الفيسبوك وهذه الوسائط الاجتماعية، هذه اسمها وسائل التواصل الاجتماعي. الكثير من الناس حولوها إلى وسائل للتمزق الاجتماعي، للفضائح التي لا نحصيها عددا. أمر مخيف كل ذلك حاصل. التكنولوجيا ما صنعت، ما اخترعت من أجل التمزيق، من أجل التفكك، بل من أجل التواصل، من أجل تقريب البعيد، من أجل زرع المحبة، من أجل التقارب. كل ذلك يجب أن يحصل، ولكن للأسف الشديد إذا انهارت منظومة القيم، إذا انهارت منظومة القيم سيحصل خلل قد لا يجبر إلا بتقدير وتوفيق العزيز الحكيم وببذل الجهد، لأن الله وعدنا ووعده الحق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نفغي غادي نغير مثلا ثورة لنو كذي استخداما يعني الانترنت الفيسبوك كل شوالاقي وسنستخدمنا راني الهنا وسنستخدمنا راني الخير يثلويث أثنستخدم من إثخصارف أثنستخدم من يوسلغ بولوان أثنستخدم من
إي الخسارة غتنستخدم سمح ذي الفضايح ولا يعني خان ذي السولغ وجاك ذي غفلان ينتسيدير صافي إلا قان بدل أو نتذا عن يرذري ذاكي إلا قاد يبدل إلا قاد يكسير طبيعة هذيك ساكوير يير العوايد هذي هذي استخدم أين قال الجريفاس نيس وين قال هان ذي الخير ذي ثالويث ذي ثاكماس ذي الذكلي ماشي ذوكوين يسفسادن ناخذ ذوكوين يسهدون ناخذ ذوكوين يسلغون ناخذ ذوكوين يخسرن على مستوى البشرية الحروب التي حصلت ستحصل يعني فقط في زمن كورونا وهذا الوباء الخطير يعني نقدر نقول توقفت الحروب إلى حد كبير ومازال بعض الفتن ومازال بيقين ولكن في قبل كورونا كلكم يعلم حروب كثيرة أرواح تزهق بغير حق دماء تسيل دماء الأبرياء التي تسيل هنا وهناك بغير وجه حق عدوان مع سبق الإصرار والترصد عدوان على حقوق الإنسان ربنا قال تعايشوا قال في سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه البشرية أيضا تحتاج إلى مراجعة تحتاج إلى تغيير فخلق ثمرة ودنقرر ذي زمانين كورونا الغاشي مشغولي كورونا سوطنا كثير فضل ربي إن شاء الله ولكن قبل كورونا ذي انتظرام ذي انتحصام القراث شوالات الفثناث إذا من الزلن إزرفن قمذن ضاعا ثم حقرانيث كل شيء إلا البيئة هذه البيئة الآن الطبيعة في زمن كورونا الآن راهي مرتاحة كما تعلمون جميعا ماذا حصل على مستوى طبقة الأوزون على ماذا حصل في السماء وماذا حصل في الأرض وماذا حصل في الغابات وماذا حصل في الأرض وماذا حصل في البيئة ولكن سمحوا لي البشر أعلنوا حربا ضد الأرض وضد الطبيعة وضد البيئة رغم النصوص الشرعية الكثيرة التي توصينا بضرورة المحافظة على الطبيعة على البيئة وسيأتي البيان في فرصة أخرى إن شاء الله تعالى رغم القوانين التي صدرت التي تدعونا إلى المحافظة على البيئة رغم المؤتمرات ربما تحولت بعد ذلك إلى مؤامرات رغم المؤتمرات الكثيرة التي تبرم التي تعقد من أجل المحافظة على البيئة والاتفاقات الدولية لكونفنسيو على مستوى العالم ولكن كل ذلك لم يجدي نفعا ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن لابد أن نتغير وربنا وعد الوعد الحق قال كي تحبوا تتغيروا تغيروا من نفس نتاعكم ربي يعاونكم ولكن سمحوا لي هذا التغيير عنده مقاومة أي واحد بغى يتغير أي واحد بغى يتغير سيجد ألوانا من المقاومات مقاومة التغيير هذه المسألة سنعالجها بالتفصيل في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى يعني ما هي المقاومات التي نواجهها وما هي العقبات التي نواجهها في سبيل تحقيق التغيير المنشود ذلك ما سنعالجه في اللقاء القادم إن شاء الله في مسألة يونيفا نذي في الدل أذي فوكورا أما على مستوى الفرد ريماني سما يثوشلتي سما الدنيا ثمرة يثمتي أذي فوكورا في مسألة أنت نسقردش إن شاء الله يثمني لي ثيدي ثدون سياسة سني جيغون لهنا تسلويث ونثتسو ثركان أشو دينا ربي ذو قواليس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.